اهلا وسهلا بهذه المناسبه جايه لك يا بيه. اتفضل. طبعا انا تشرفت النهارده بدعوه نقابه الفلاحين لهذا الافطار الذي ان عبر عن شيء فانما يعبر عن تلاحم قوى الشعب كله، وطبعا في طليعه الشعب الفلاحين والعمال، ونحن سعداء بهذا التجمع ونرجو أن يثمر عن نتائج طيبة إن شاء الله. عقب الإفطار ستكون هناك كلمات، ونرجو أن تخرج كلمات بقرارات إن شاء الله. إن شاء الله. يعني تتوقع الحكومة المصرية ماذا سترد على الوجه الرسمي على الاعتداءات من قبل العدو الصهيوني؟ لابد من أن يكون هناك رد رادع، لأن العدو الصهيوني هو عدو دائم، والصراع بيننا ليس صراع أراضي أو صراع حدود، إنما هو صراع وجود. والكيان الصهيوني يريد أن يفرض سطوته، ويريد أن يثبت للشعب المصري أن الأمور لم تتغير بعد الثورة، وعلى المجلس العسكري وعلى الحكومة أن تتخذ القرارات الحاسمة لتجذيب هذه المظنة الصهيونية، ولإثبات أن الشعب المصري والحكومة المصرية والمجلس العسكري قادر على اتخاذ قرارات موجعة للعدو الصهيوني. شكرا شكرا شكرا, 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 شكرا.